كيف الله يرحمه. الله يرحمه. انما النقيب احمد محمد نجيب ما يغركش خالص التواضع اللي هو فيه، على فكره ده بطل عالمي وبطل جوه ارض المعركه وبطل رياضي كبير. فعلا ازاي؟ لا ازاي؟ ده عايز قعده نشرب فيها كوبايتين شاي. يلا طيب هسيبكم مع بعض وانا اخد فاروق. ايه يا عم الحكايه؟ الموضوع شكله كبير، احكي لي. انت عندك استعداد تقعد تسمع كل ده؟ معاك للصبح. بص، هو الحكايه بدات من 2016، صدرت لنا التعليمات والاوامر ان احنا نتحرك لمنطقه شديده الخطوره، فبدانا نحضر الدوريه والكول وبدانا نتحرك. فاحنا متحركين بالدوريه، فجرت فينا عبوتين ناسفين، واحده في اول الكول وواحده في اخر الكول. بعدها حصل بينا وبين العناصر التكفيريه تبادل اطلاق نار، بس ما تقلقش طهرنا المنطقه بالكامل. امال ليه حكايه بطل رياضي دي بقى؟ لا استنى، ده انا احكي لك. ما فهمتش معنى جمله خلق من الالم امل غير بعد اصابتي، ورحله علاجي كانت السبب ان احب رياضه الكيان، وبفضل ربنا ان اتميز فيها. خدت مركز اول في جميع المسابقات المحليه، واول عرب، وتاني افريقيا، ورابع عالم، وان شاء الله هحقق اللي طلبه مني سياده الرئيس بان اجيب المركز الاول في بطوله العالم اللي جاي. خليني اسالك على حاجه، هو اصلا فكره انك انت تبقى مميز في رياضه مش سهله، وتلعب باسم بلدك وتجيب بطولات وتبقى رابع عالم كمان، دي حاجه كانت فكره كانت في دماغك من زمان، حلم كان عندك من زمان اصلا، ولا الاصابه هي اللي نورت لك الحته دي، هي اللي خلتك تلاقي نفسك فيها؟ وانا بركب الطرف الصناعي كان في واحد بيعمل دعايه للشركه، فقلت اتابعه على السوشيال ميديا، تابعته على السوشيال ميديا، فانا قلت له انا نفسي امشي للنشأة بتاعتك، فانت ايه اللي بتعمله؟ قال لي انا بلعب رياضه، وقلت له انا لاحظت الرياضه اللي انت بتلعبها دي على الفيديوهات بتاعتك. وانت ما كنتش تعرف اي حاجه عنها اصلا قبل كده؟ لا خالص، انا ما اعرفش اصلا حاجه عن النيل ده في اي رياضه عنه. فقلت له طب خلاص هشوفك تاني. فقلت له بس مش هتشوفني في واحنا بنصين الطرف. قال لي امال هشوفك فين؟ قلت له هتشوفني في بطوله العالم. فضحك، انت بتهزر. فنزلت دورت على اللعبه دي، فكان في بطل قبلي الرائد علي الزيني متصاب برضه، فكان هو بيلعب تهديف، بيلعب رونج زمان، فهو اللي دلني على، قال لي لا في لعبه اسمها كاياك. فبدات بقى الحكايه، وفجاه مره بعد مره لقيت نفسي 3 شهور لقيت نفسي واخد اول جمهوريه في كاس مصر وانا الاول. من هنا دخلت المعسكر بتاع المنتخب، فجاه مره واحده انت عديت التصفيات في المعسكر والكلام ده كله، يلا نجيب هتسافر بطوله العالم. فجاه لقيت بطل العالم اللي بيعمل دعايه للشركه قدام عيني، هو مصدقش. عايزك توصف لي من اول اليوم بتاع الاصابه لحد اللحظه اللي انت فقت فيها ولقيت نفسك في المستشفى. انا كنت قائد مجموعه المشاه، فبعديها واحنا داخلين حصل انفجار 2 عبوه ناسفه، وبعديها تم التعامل لاطلاق النار بيننا وبين العناصر التكفيريه. الحمد لله ربنا كرمني ساعتها ووقعنا 4 من العناصر التكفيريه، وبعد كده كملنا التحرك تاني، بس ما عرفتش اكمل بقى مع الرجاله، فحصل انفجار عبوه ثالثه، بس كانت دي تحت المدرعه بالظبط، شالني بالاسفلت، يعني شالني بالمدق بالاسفلت كله، هو كان معمول بنفق فطار بيا لفوق بقى. بس فاستشهد ساعتها الجندي البطل وليد السلام سميع، وانا اتصبت ببتر فوق الركبه اليمين وقاطع بالاربطه في الرجل الشمال وكسر في مشط رجلي الشمال تحت. فتاني يوم رحت مستشفى المعادي واهلي اتبلغوا. ما كانوش يعرفوا خالص لحد اللحظه. انا امي اساسا ما كانتش تعرف ان انا في شمال سيناء اصلا. وانا لسه داخل في مستشفى المعادي لقيت مدير المجمع الطبي لمستشفى المعادي جاي بيقول لي القائد العام عايز يكلمك يا نجيب. قلت له تمام يا فندم. انت بطل، الف حمد لله على السلامه، انا سمعت ان انت داخل عمليات دلوقتي حالا، واول حد هتشوفه قدام عينك بعد العمليه لما تقوم بالسلامه هو انا. تمام يا فندم، ده شرف ليا. انا طبعا انا يعني المكالمه رفعت لي روحي المعنويه يعني للسماء، يعني السماء سماء.
فدخلت العملية بالفعل طلعت، فما فيش 10 دقايق وأنا في العناية المركزة، فاتفاجئت بدخول السيد القائد العام للقوات المسلحة داخل عليا في العناية المركزة بيطمني وبيرفع من روحي المعنوية بجد. يعني أنا في لحظة دخوله دي حسيت فعلا لا أنا بيحبني. ففجأة بيأذر في والدتي وبيطمنها ان احنا مع احمد وما تقلقيش فوالدتي ردت على السيد القائد العام للقوات المسلحه بتقول له انا مش زعلانه بس انا بلوم على احمد، وده اللي مضايقني ان هو ما بلغنيش ان هو بيخدم في شمال سين كده. انت يا امي انت يعني انت كنت قابله ووضعي من الاول ان انا استشهد عادي او ان انا اخدم في شمال سيناء. فبالنسبة لي كان يعني ده كان رد خلاني برضو مبسوط وفرحان. طيب جدا. بص عايز اقول لك على حاجة، جايز مش كتير عندهم اليقين ده ان امر ربنا دايما في النهاية بيبقى خير، وجايز برضو مش كتير بيقدروا يشوفوا حكمته بعد المواقف الصعبة، بس الشيء الاكيد ان كتير من اللي هيتفرجوا عليك ان ما كانش كلهم هيتعلموا منك زي ما انا برضه اتعلمت منك. ربنا يخليك. شكرا يا نجيب.